مو لابسه ستي ولا ناظري مو؟ درست البكالوريا وما كان يعني ما نجحت بالبكالوريا وما كان لي رغبه بالدراسه. اي باخذ دورت على شغل على وظيفه انه اتوظف بيها احسن من القعده بالبيت، ما لقيت لانه كان عمري صغير. ولما سمعت بهاي المركز فاتحين بالجواديه يدوروا يعلمون طلاب، رحت وسجلت. من عاشر ريف كان قال استاذ علي كان بي بنات سجلت الدوره قبلكم 8 بنات. اول 3 اشهر كان نظري، بعدين رحنا على العملي واشتغلت، وكانوا يجوا زباين من قرى من هون وشافوني قالوا بالمستقبل يعني راح تفتحي محل، قلت لهم وفعلا يعني اجوا لعندي. صلحت لواحد هون بالضيعة بجنبنا براد، ورحت عليه عبيت له غاز ولحمته، يعني كان اول بداية شغلي رحت اجباري وزبطوا له البراد. ابو البنت كان يقول انه بنت راح تخرب لك البراد وما يزبطه هيك، قلت له معش يا عمو نحن عبينا واستنى من هنا لشي ساعتين، يعني اكيد البراد ما راح يبرد بعشر دقائق، بده اقل شي ساعتين وما فوق حتى يبرد. ثاني يوم رحت انا هيك مشان اتاكد من شغلي، مع انه انا متاكد من شغلي انه 100% مزبوط. والله البنت راحت جابت بوز، قلت من وين؟ قالت هاي من البراد اللي صلحتي. قلت زبط؟ قالت ايه. قلت ابوك وين؟ قالت الله انادي. راح جابوه قال والله علي انك فعلا معلمي. ومن هالموقف صار واحد يقول للثاني شغلها منيح، والحمد لله صار شغلي منيح، يعني اي واحد يجي لعندي بروح. يعني هاي مهنه وعم اتعلم فيها، بالعكس نفعت اهل الضيعه واهل القرى اللي بجنبي. يعني قبل كانوا ياخذوا البراد على مصلح ويضلوا اسبوع من عدب، يضل يروح ويرجع على مصلح، واذا خلصوا ويكون المصلح اللي ماخذين عليه معصب، ويا اخي خلاص ما عجبكم شغلكم خذوا البراد من عندي على غير مصلح، انا عندي شغل. اشتغل ساعه ربع ساعة ويفصل. رأي أبويا ما كان عنده أي مشكلة، أبويا موافق على شغلي. ورأيه للناس أحيانا يرد عليهم أحيانا يطنش، يقول لهم يعني هي عاجبها هالشي، ما حد يقدر يفرض رأي إنسان إنه يغير حاله، يعني خلاص الإنسان إذا حط بباله شي بده يعمله. تعلمت سواقة الموتور لما كنت أدرس، كانت أدرس بغير الجرية وما كان بواسطات وأتأخر على الدوام. أمي اقترحت علي قالت إنه تعلمي على سواقة الموتور كونه عندنا موتورين بالبيت أحسن ما تضلي أخوك يوصلك أو تروحي على ابن عمك أنت تروحي فيه. قلت أنا ما أعرف وكنت خايفة، أخوي الأصغر مني قال لا خلاص أنت لا تخافي أنا أعلمك. ما في فرق لا بين شب وبنت، بس يعني كل واحد يعرف حدوده بهالشغلات. خلاص تعلمت عسواقة، لو ما كنت بحاجة إنه أتعلم عسواقة ما تعلمت عليها. السعر ما أعرف جيت موضوعه، راح أبيعين العدة كامل 100,000. أنا تعلمت واستفدت من هالمهنة كتير، وإن شاء الله راح أكبر محلي، ومع الأيام راح أشغل عندي عالم يعني بالمحل، وصرت المصروف اللي عندي بكفيني وكمان بعطي للبيت، بصرف للبيت، يعني حياتي صارت للأفضل.